كان لقاء جامعة عنابة وكيمياء وهران لقاء البطاقات الحمراء والصفراء، وبرز الحكم برقي خاصة بتدخلاته غير الموفقة التي أدت إلى نرفزة كبيرة للاعبين، وهذا حسب تقرير الزميل فوضي الحداد وتصوير قلقول عز الدين. نرفزة كبيرة للاعبين خاصة لاعبي الجمعية الذين وجهت إليهم 4 بطاقات صفراء، في حين طرد لاعبان من جمعية كيمياء وهران ولاعب من جامعة عنابة. المقابلة امتازت بسيطرة من الفريق المحلي، ومع ذلك فإن الزوار كانوا سباقين بالتسجيل والهدف الأول عن طريق فاضل الجناح الأيسر بعد تلقيه كرة من زميله الشيخ. كان هدف الدقيقة 35 من الشوط الأول. الدفاع العنابي كان يعتقد وأن اللاعب الشيخ في وضعية تسلل. هدف مباغت أدى بلاعبي الاتحاد إلى فرض السيطرة تكاد تكون كلية في محاولة لتعديل النتيجة، وعدة فرص خاصة لقلب الهجوم جغال الذي يتلقى كرة وبضربة رأسية كان بإمكانه أن يعدل النتيجة وتخرج الكرة ضائعة، وهدف لصفر في الشوط الأول. الشوط الثاني سيطرة ملحوظة من طرف اتحاد جامعة عنابة وعدة محاولات خاصة من طرف جغال بعد هذه المحاولة. مرة أخرى قاسي السعيد بعد هذه اللقطة تمريرة محكمة ناحية جغال ولكنه ضيعها، تبقى النتيجة هدف لصفر. بعد هذه اللقطة هدف التعادل، لقطة كانت خشنة، الحكم يترك اللعب يسير، جغال ناحية مشرفي اللاعب الاحتياطي وتمريرة ناحية تدريس الجناح الأيسر، وهدف التعادل في الدقيقة 16 من الشوط الثاني. إعادة الهدف مشرفي كجناح أيمن فتحة ناحية اليسار، حيث هناك المهاجم الأيسر بضربة رأسية محكمة، هدف التعادل. فرص أخرى لهجوم عنابة أمام الحارس مطير، هذه المرة جغال ومطير يخرجها ركنية، هدف يرفض الحكم. نشوف الإعادة، لاعب العنابي كان في وضعية تسلل ولكن الكرة وصلته من مدافع من جمعية وهران، من جمعية كيمياء وهران. نشوف المدافع عندما يرجع الكرة. المهم أن الحكم كان قريب من اللقطة وكان شاف المساعد نتاعه اللي يرفع الراية، ولكن ربما لم ينتبه إلى المدافع الذي أعاد الكرة. المهم هذا الهدف والنرفزة في اللحظات السابقة أدت باللاعبين باش يفقدوا السيطرة عن أعصابهم، وثلاث بطاقات حمراء في المجموعة. مجني قلب الهجوم، قلب هجوم جمعية كيمياء وهران، يطرد في المرة الأولى وهذا كان هدف في الدقيقة 40، وفي الدقيقة 43 قبل النهاية بدقيقتين بطاقتين حمراء، واحدة لشعيب مدافع جامعة عنابة وشلبي رقم 4 من الكيمياء. في المجموع 3 بطاقات حمراء و4 بطاقات صفراء ونتيجة تعادل هدف لهدف.